مشاهدي قناة أخبار الفجر المغربية، سلام الله عليكم أينما كنتم، أهلا بكم، أحييكم من حي السلام من مدينة أكادير. أبواب المساجد مغلقة بعد قرار الإغلاق الليلي، لا صلاة الفجر ولا العشاء ولا التراويح في المساجد، قرار أسفر عن نرفزة وقلق لدى كل المغاربة. كيف لا والكل يعرف الأجواء الروحانية والإيمانية التي يعيشها المغاربة في هذا الشهر الفضيل. خرجنا للشارع لنرصد لكم آراء المغاربة حول هذا الموضوع. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان كريم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بالنسبة لهذا القرار اللي اتخذته الحكومة في على حسب إغلاق المساجد، أنا ضدهم، وخصهم يراعوا لنا بزاف ويراعوا بزاف ديال الحوايج، بأن صلاة العشاء وصلاة التراويح وصلاة الفجر هما اللي حوايج ضروريين في شهر رمضان الكريم، وشهر رمضان شهر المغفرة وفيها تنزل القرآن الكريم. وكيبان لي بأن القرار اللي اتخذته الحكومة بأننا ما قررنا حتى شي حاجة. بالنسبة لهاد المسألة ديال المساجد تيسدوهم مع 8 د الليل، يعني اش غادي نقول لك، شي حاجه اللي ما في صالح حتى شي واحد بتاتا، من ناحيه الا ما نهضروا من الناحيه الدينيه، فالمسلمين من حق احنا كمسلمين من حقنا اننا نتعبدوا الله، ومن حقنا اننا وقت ما بغينا، ما كاينش شي قوه اللي تقدر تمنعنا من هذا الحق هذا. وبالنسبه نهضروا على اساس انه انسان ماشي مسلم كاع راه غادي يعطيك الحق ديالك باش غادي تخرج في الوقيته اللي بغيتي. يعني في دول اخرين كنشوفوا حنا مازال ماشي غير المغرب، كنشوفوا بلي عطاوهم الحقوق انهم يصليوا صلاه التراويح، وهنا كدوله اسلاميه شي حاجه اللي غريبه، شي حاجه يعني اللي ما غاتقبلهاش اي عقل بشري. وكان بعدا التراويح دا غير كذا نقال شهر رمضان، الكيز زعما مش كديان مسكينه قضيه التراويح دا في سيفوركي تمسجد الترجمة. اولا هذيك القرار في الدوله راه ما نسكر، كان هذا كان كنا غير هذا النتج غير هذا نتضرر بزاف دابا غير كران سكو صالي 3 شهور نفيد الكرا، يلا نخدم غير هذا نفيد باش كيدا غير الشهر رمضان ما تخدم غير يجيبو يجيو كان هذا ولا البلاغي مساكن هذه الفوقيات البلاغي مساكن هذه تضرر بزاف. هاد الجوامع دابا اللي سادين دابا ما داروا فيها والو، واش هاد الشيء ليله يلا ماشي حل ما والو، هذا يسدوا لنا الجوامع وهادي احنا مسلمين ماشي ود. مع هذا القرار هذا ديال حظر التجوال الليلي مؤسف شويه، حيت حنا مسلمين وهذا الشهر هو اللي عندنا خصنا نصلوا التراويح. والمهم المغاربه راه بغاو الجوامع يتحلوا، هذا الشيء اللي كاين. وتحيه الناس الفنيدق اللي صلوا التراويح البارح، كنحييهم عاليا وكنتمناو من الله تعالى ان هاد الناس هادو حتى هما يقوموا بشي بادره بحال هكاك. شاهدتم مشاهدينا الكرام، هكذا كانت اراء المغاربه حول قرار اغلاق المساجد ليلا، حيث طالبوا بضروره فتحها خصوصا في هذا الشهر الفضيل. ميكروفون خالد بادو، كاميرا سفيان اهبري، اخبار الفجر المغربيه، اكادير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب، أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.